أهلا بكم في اختراعات أبي الطيب التي كان الأول فيها شعرا ولغة ومعنى. معكم علي بن تميم في بيت القصيدة. إذا طلبت ودائعهم ثقات دفعنا إلى المحاني والرعان. بيت من قصيدة أبي الطيب الشهيرة، تلك التي يمدح فيها عضد الدولة ويقول في مطلعها: مغاني الشعب طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان. والمحاني منعطفات الوادي، أما الرعان أنوف تتقدم من الجبال. يريد أبو الطيب أن يقول إن التجار يتركون أمتعتهم في محاني الأودية وفي أمكنة بارزة من الجبل يراها الناس، لأن هؤلاء التجار لا يخشون على أمتعتهم من اللصوص، ولأنهم يعرفون أنه لن يتعرض لها أحد مخافة عضد الدولة وبسبب هيبته. هذا معنى غريب ومبتكر ومخترع ولم يسبق المتنبي إليه أحد للاستدلال بالقوة والهيبة وفرض السيطرة على أرجاء الدولة. هذا هو سبق أبي الطيب، وهذا هو بيت القصيدة.